السلام عليكم. وصلنا للجزء الأخير من الفصل الرابع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، واللي راح نتحدث به إن شاء الله عن الثريدنج إيشيوز، اللي هي المشاكل أو القضايا التي يجب حلها عند الانتقال من تنفيذ العمليات من جزء واحد كعملية إلى عدة أجزاء اللي هن ثريدز. وطبعا هنا أول مشكلة راح نواجهها اللي هي السيمانتكس أو الفروقات الرئيسية بين الفورك والإكسكيوت سيستم كولز، يعني أو نداءات النظام عندما نطبقها على بروسيس أو على ثريد. النوع الثاني من المشاكل اللي راح نواجهها اللي هي السيجنال هاندلنج، اللي هو اداره السيجنالز او الاشارات اللي راح نتحدث عنها، وهل هي سايكرونس او اسايكرونس، الثريد كانسليشن، الثريد لوكال ستورج، والسكجولر اكتيفيشنز. هذه كلها راح نتحدث عنها ان شاء الله مثل ما راح تشوفون. المشكله الاولى اللي تواجهنا عند تنفيذ الثريدز اللي هو الفورك والاكسكيوت. مثل ما ذكرنا سابقا، احنا قلنا الفورك هو يعني تنفيذه اللي هو سيستم كول. عندما نقوم بتنفيذه راح يقوم بانشاء تشايلد بروسيس اللي هي العمليه الابن من البيرنت بروسيس. الاكسكيوت ايضا وظيفتها انه تقوم بتنفيذ واخراج التشايلد بروسيس او البيرنت بروسيس من الذاكره الرئيسيه. هنا بالنسبه لنا، لانه احنا قاعد نتعامل مع مالتي ثريدز، يعني مهمات متعدده في البرنامج الواحد، فهل انه تنفيذ الفورك راح يقوم بنسخ الثريد التي تقوم باستدعائه فقط او كل الثريدات؟ يعني احنا نعرف نتصور انه اكو عندنا بروسيس رئيسيه، برنامج رئيسي، واكو في داخل هذا البرنامج مالتيبل كلاسز او مالتيبل اوبجكتس او مالتيبل فانكشنز، كل واحده من اتهن نسميها ثريد. فعندما واحده من هذه الثريدات تقوم باستدعاء الفورك اللي هو وظيفته انه انشاء تشايلد بروسيس او تشايلد ثريد بهذه الحاله، فهل انه استدعاء هذا الفورك راح يقوم بنسخ او مضاعفه الثريد الذي قام باستدعائه فقط او كل الثريدات الموجوده في هذه البروسيس؟ طبعا بعض نظم التشغيل اللي هي مثلا يونكس تحتوي على نسختين من الفورك، يعني فورك تقوم باستنساخ كل الثريدز، وفورك تقوم باستنساخ الثريد التي قام باستدعائها فقط. الاكسكيوت ايضا يوجوالي وركس از نورمال، يعني هذا هنا يعمل نفس عمله الطبيعي مع البروسيسز، فقط ريبليسز ذا رننج بروسيس انكلودينج اول ذا ثريدز. يعني عندما تنفيذ الاكسكيوت وانتهاء عمل المهمه او البرنامج او البروسيس، فانه يقوم باستبدال هذه البروسيس العامله حاليا مع كل ثريداتها الخاصه بها، يعني مهما كان عدد الثريدات، وبالتالي راح يكون عمله متشابها بالنسبه للبروسيس وبالنسبه للثريد. المشكله الاخرى اللي تواجهنا عندما نتعامل مع الثريدز هي السيجنال هاندلنج. السيجنالز هي عباره عن يعني فد اشارات معينه مستخدمه من قبل نظم تشغيل اليونكس ومشتقاتها طبعا، لابلاغ العمليه بان هناك particular event has occurred، يعني حدث معين قد حصل. يعني بعض الاحيان مثلا اذا كانت العمليه هي عباره عن printing diamond اللي هي عمليه الطباعه مثلا، هذه فقط دائما تنتظر هل انه جاء امر طباعه من الحواسيب البعيده. عندما ياتي امر الطباعه من الحواسيب البعيده، فهذا راح يكون هو عباره عن ايفنت، عباره عن حدث معين، تقوم السيجنالز بابلاغ هذه العمليه بوصوله او بحدوثه، اللي هو قد يكون انبوت اوتبوت، قد يكون ميموري، قد يكون سي بي يو. بعد ذلك راح يقوم يعني بعمل فشيء معين. السيجنال هاندلر اللي هو التعامل مع الاشاره، اللي هو الفانكشن او السيستم كول اللي التعامل مع هذه الاشارات، از يوز تو بروسس سيجنالز، يستخدم للتعامل مع الاشارات. اول شيء السيجنال از جنريتد باي بارتيكولر ايفنت، يعني السيجنال اللي قلنا عباره عن انتربت خلينا نسميها او سيستم كول، يتم توليدها بحدث معين. السيجنال از ديليفرد تو ذا بروسس، يتم جلبها الى العمليه المعينه، لانه اذا كانت هي مثل ما ذكرنا قد تكون انتربت او سيستم كول، فهي عبارة عن جزء أو كود برنامج، يعني يتم جلبه إلى العملية الرئيسية ليتم تنفيذه. Signal is handled by one of two signal handlers، هنا عندما يتم جلبه إلى العملية يتم التعامل معه عن طريق واحد من اثنين يسمون signal handlers، اللي هو أما default أو user defined. طبعا كل signal has a default handler، يعني مدير تلقائي، واللي هو kernel runs when handling signals، اللي هو يتم ادارته من قبل الكيرنل عند تنفيذ السيجنال هاندلنج. النوع الثاني من انواع السيجنال هاندلرز اللي هو اليوزر ديفايند سيجنال هاندلر، واللي هو من اسمه يعني يتم تعريفه من قبل المستخدم، وهنا نقصد به المبرمج. يعني كان اوفر رايد ديفولت، هنا يمكنه ان يقوم بالتغلب على او الغاء عمل الديفولت هاندلر. فور سنجل ثريدد سنجل ديليفر تو سيجنالز ديليفرز تو بروسيس، يعني اذا كانت لدينا سنجل ثريدد، يعني عمليه فيها ثريد واحد، فهذا السيجنال راح يتم جلبها الى البروسيس الرئيسيه وليس الى الثريدات الفرعيه الخاصه بها. كذلك وير شود ا سيجنال بي ديليفرد فور ا مالتي ثريدد، يعني اذا كان لدينا عمليه فيها مالتي ثريدد، ثريدات متعدده، فالسيجنال التي تاتي من الذي يكون مسؤولا عن استلامها ومن الذي يكون مسؤولا عن ادارتها؟ هناك طبعا عده انواع. النوع الاول اللي هو ديليفر ذا سيجنال تو ذا ثريد تو ويتش ذا سيجنال ابلايز،
يعني يتم جلب السيجنال اللي هي مثل ما ذكرنا انتربت الى الثريد الذي تطبق عليه. يعني اذا كان لدينا ثريد موجود في داخل البروسيس وكان هذا الثريد هو الذي يحتاج الى هذه السيجنال، هو الذي مسؤول عن اداره الانبوت اوتبوت او الميموري او السي بي يو الخاص بهذه السيجنال، فيتم جلب السيجنال فقط الى هذا الثريد. هذه احدى الاحتمالات. الاحتمال الثاني انه يتم جلب السيجنال الى كل الثريدات في العمليه. الاحتمال الثالث انه يتم جلب السيجنال الى سنجل سيرتن ثريدز، يعني ثريدات معينه في العمليه. والاحتمال الاخير بانه يتم تخصيص ثريد معين لاستلام كل السيجنالز، وبعد ذلك هو يتم يقوم بتوزيعها على الثريدات البقيه في هذه العمليه. فهذه طبعا اربع يعني احتمالات لاداره السيجنال او لكيفيه جلبها وايصالها الى البروسيس متعدده الثريدات. المساله الاخرى اللي راح تواجهنا اللي هي الثريد كانسليشن، اللي هو طبعا الكانسليشن نقصد به اللي هو الانهاء او الالغاء، هو انهاء الثريد قبل اكتمال عمله. وطبعا يمكن الثريد الذي نريد عملي يعني القيام بكانسل له او الغائه يسمى بالتارجت ثريد اللي هو الثريد الهدف. هناك طريقتان رئيسيتان، اما اسينكرونس كانسليشن اللي هو الالغاء الغير متزامن والذي يقوم بانهاء التارجت ثريد الثريد المستهدف مباشره immediately حالا، يعني اول ما تجينا اشاره كانسليشن يتم انهائه مباشره. الديفرت كانسليشن اللي هو الالغاء المجدول او المؤخر الذي يسمح للتارجت ثريد بانه يقوم ب تشيك يعني فحص دوري لمعرفه هل انه يحتاج انه يتم يعني يقوم بالغاء نفسه او لا. بالنسبه للبوزكس ثريدز او البي ثريدز، الكود الخاص بانشاء والغاء الثريد هو كالاتي. هنا يعني ببساطه هذا مجرد يعني فد مقطع بسيط من برنامج يوضح فقط عمليه انشاء الثريد والغاء الثريد. اول شيء البي ثريدز تي اي دي، هنا الثريد اي دي ايدنتيفيكيشن، هذا مجرد يعني متغير يحتوي على اسم الثريد او المعرف الخاص بهذا الثريد. لانشاء الثريد مجرد انه نقوم باستدعاء البي ثريد اندرسكور كرييت اوف اند تي اي دي 0 اور كرنل. لانهاء الغاء الثريد مجرد انه نقول بي ثريدز اندرسكور كانسل اوف تي اي دي، يعني مجرد استدعاء هذا السيستم كول وتعريف اسم الثريد في داخله لالغاء هذا الثريد. الثريد كانسليشن ايضا يعني مثل ما ذكرنا سابقا يتم بعده انواع، الا انه invoking يعني او يعني تنفيذ الثريد كانسليشن يتطلب الثريد كانسليشن requires cancellation but actually cancellation depends on the thread state. يعني احنا في عادة يعني عندما يتم استدعاء الثريد كانسليشن هو وظيفته انه يقوم بعملية الكانسليشن اللي هو الغاء الثريد حتى قبل انتهاء عمله، لانه في اغلب الاحيان هذا الشيء يعتمد على حالة الثريد. بعض الاحيان يكون الثريد كانسليشن في حالة off يعني disabled، يعني من المستحيل القيام ب يعني عمليه الكانسليشن لهذا الثريد. يعني بعض الاحيان اول سطر في الثريد هو يقوم بعمليه ديسيبل للثريد كانسليشن، وبالتالي سيمنع اي سيستم كول من الغائه طالما هو يعمل. اذا كان ديفيرت وكان انيبلد راح يكون ديفيرت، اذا كان اسينكرونس وكان انيبلد يعني في وضع التمكين راح نقوم بعمليه الكانسليشن بنوع الاسينكرونس. اما اذا كان الثريد مثل ما ذكرنا has a cancellation disabled، يعني اذا كان فيه تعطيل لعمليه الكانسليشن فان الكانسليشن تبقى معطله يعني متوقفه الى ان يسمح الثريد بها، الى ان يقوم بعمليه الانيبل لها. وهذه طبعا تتم عاده في الانتربتس اللي هي يعني غير قابله للمقاطعه. ديفولت تايب از ديفرت، الوضع الطبيعي عاده هو يكون ديفرت، يعني اذا لم يكن هناك مود معين احنا راح نعرف مباشره باي ديفولت انه هو ديفرت. Cancellation only occurs when the thread reaches the cancellation point. يعني الكانسليشن يحصل فقط عندما يصل الثريد الى نقطة الكانسليشن اللي هي عادة تكون السطر الأخير من البرنامج اللي هو الخاص بالثريد، واللي هي مثلا تكون الـ P thread test cancel، هذا هو عادة يكون هو الاستدعاء للثريد كانسليشن. Then a clean up handler is invoked. هنا بعد ذلك يتم استدعاء ما يسمى بالـ clean up handler. الهاندلر يقوم بعملية تنظيف يعني الذاكرة من بقايا هذا الثريد ومسح كل الفاريبلز او البارامترز الخاصة به. في انظمة اللينكس فالثريد كانسليشن از هاندلد ثرو سيجنالز، ايضا مثل ما ذكرنا سابقا السيجنالز في اللينكس هي التي تكون مسؤولة عن الغاء الثريدات. بالنسبة للنوع الاخر من الشيوز اللي تواجهنا عند التعامل مع الثريدات هو ما يسمى بالثريد لوكال ستورج، اللي هو الذاكرة المحلية الخاصة بالثريد. هذه تسمح لكل ثريد بانه يمتلك نسخه من البيانات الخاصه به. هذا طبعا راح تكون مفيده عندما لا نمتلك التحكم على انشاء الثريدات الخاصه بالبروسيس، وهذا طبعا اذا كنا نستخدم الثريد بول اللي هو حوض الثريدات. يختلف عن ما يسمى باللوكال فاريبلز اللي شرحناها سابقا، لانه اللوكال فاريبلز تظهر فقط اثناء تنفيذ عمليه واحده.
اما بالنسبه للثريد لوكال ستورج فانه راح تكون هي موجوده للثريدات عند استدعاء كل العمليات او كل الدوال الموجوده في داخل الثريد. يشبه الستاتيك داتا لانه يونيك تو ايتش ثريد، لانه يكون خاصا بكل ثريد ويعني فريدا غير مكرر بالنسبه للثريدات الاخرى. السكجولر اكتيفيشنز هنا تفعيل المجدولات مثل ما ذكرنا في الانواع السابقه، عند تحويل اليوزر ليفل ثريد الى الكيرنل ليفل ثريد اكو عندنا 1 تو 1 ماني تو 1 ماني تو ماني واكو 2 ليفلز. بالنسبه للماني تو ماني اللي هي مجموعه من الثريدات اليوزر ليفل التي يتم تحويلها الى مجموعه من ثريدات الكيرنل ليفل، وكذلك ال2 ليفل اللي هي يعني ماني تو ماني و1 تو 1، هذه تحتاج الاتصال الدائم للمحافظه على يعني عدد محدد من الثريدات الكيرنل المناسبه لها. يعني مثل ما ذكرنا ممكن انه يتم تحويل 20 ثريد من مستوى اليوزر الى 3 او 4 ثريدات من مستوى الكيرنل، او ممكن تحويل 3 او 4 من هنا الى 5 او 6 هنا، يعني العدد يعتمد على حاجه اليوزر ثريدز. وطبعا يعني اليوزر ثريدز مثل ما ذكرنا هو كبرنامج ككود عند تنفيذه واعطاء الصلاحيه للكومبايلر بانشاء الكيرنل ثريدز الخاصه او المناسبه لها، بالتالي راح يكون العدد هنا يعتمد على الحاجه الفعليه الموجوده باليوزر ثريدز. فهنا لازم نحافظ على الاتصال الدائم للمحافظه على عدد محدد او مناسب من الثريدات في الكيرنل ليفل الكافيه لتنفيذ اليوزر ليفل ثريدز. عاده هناك يعني يتم انشاء شيء وسيط اللي هو الانترميديت داتا ستراكشر اللي هو هيكل بيانات وسطي بين اليوزر والكيرنل ثريدز، يسمونه لايت ويت بروسيس اللي هو العمليه خفيفه الوزن، ال LWP لايت ويت بروسيس. هذا اللي هو راح يكون مسؤول عن المراسلات او الاتصالات بين اليوزر ثريد والكيرنل ثريد للمحافظه على عدد الكيرنل ثريدز مناسبه وكافيه لتنفيذ كل متطلبات اليوزر ثريد. هذا appears to be a virtual processor on which processes can schedule user threads to run. يعني يبدو كانه هو معالج افتراضي من خلاله تستطيع العمليات جدوله تنفيذ العمليات الخاصه باليوزر ثريد. Each lightweight process attached to a kernel thread. يعني كل lightweight process يتم ارفاقها بكيرنل ثريد. وبالتالي كم عدد اللايتويت بروسيسز اللي نحتاج انه نقوم بانشائها؟ هي راح تكون نفسها عدد اللايتويت بروسيسز او نفس عدد الكيرنل ثريدز اللي نحتاجها لتنفيذ متطلبات اليوزر ثريد. يعني هذا هو جوابا عن هذا السؤال. Scheduler activation provides up calls communication mechanism from the kernel to the up call handler in the thread library. هنا اكو عندنا فد شيء يسمونه scheduler activations اللي هو تفعيل المجدولات، توفر لنا ما يسمى بالاب كولز اللي هي الاتصالات الى الاعلى، من اللي هو توفر لنا فد اتصال او اليه اتصال من الكيرنل الى الاب كول هاندلر. اب كول هاندلر اللي هو موجود في اليوزر ثريد اللي هو الثريد لايبرري. يعني this communications allows the application to maintain the correct number of kernel threads. هاي الاتصالات اللي هي يعني الهدف من اللايت ويت بروسيس او ما يسمى بالسكجولر اكتيفيشنز هو الاتصال الدائم بين الكيرنل ثريد واليوزر ثريد للمحافظه على عدد صحيح من الكيرنل ثريدز المناسبه لمتطلبات اليوزر ثريد. امثل على نظم التشغيل واستخدامها للمالتي ثريدنج، هنا بالنسبه يعني النظم الرئيسيه اللي هي الويندوز ثريدز واللينكس ثريدز، وشيء طبيعي انه ياتي في السؤال يعني يطلب المقارنه بين الثريدات الخاصه بالويندوز والثريدات الخاصه باللينكس، فضروري يعني معرفه كل واحده منهن ومميزاتها. بالنسبه للويندوز ثريدز يتم يعني تنفيذها او تمثيلها او بنائها باستخدام الويندوز اي بي اي ابلكيشن بروجرام انترفيس، واللي هو يعتبر برايمري اي بي اي بالنسبه للويندوز 98 ويندوز ان تي 2000 اكس بي وويندوز 7. امبلمنتس ذا 1 تو 1 مابينج كيرنل ليفل، يعني هذا يستخدم ال 1 تو 1 مابينج بالنسبه للكيرنل ليفل. كل ثريد يحتوي على الثريد اي دي ايدنتيفيكيشن، الريجستر سيت ريبريزنت ذا ستيت اوف ذا بروسيسور المسجلات النظام اللي تمثل حاله المعالج. Separate user and kernel stacks for when the thread runs in the user mode and kernel mode. أيضا يعني لدينا فد طوابير أو مكادس مستقلة لليوزر والكيرنل عندما يتم تنفيذ أو يعمل الثريد في طور اليوزر وطور الكيرنل. Private data storage اللي هو area that used to يعني by the runtime libraries and the dynamic link libraries. هنا أيضا يعني كل ثريد موجود في الويندوز يمتلك فد ذاكرة للبيانات الخاصة به، يعني واللي تستخدم أثناء يعني من قبل مكتبات زمن التنفيذ ومكتبات الروابط الديناميكية. أيضا the register set وstack وprivate storage، الregister set هذه والstack والprivate storage، يعني هذه الثلاث أنواع الرئيسية الثلاث أجزاء الرئيسية من الثريد ما عدا الثريد ID، يسموهن الكونتكست اللي هو سياق الثريد. يعني عندما يطلب من عندك تعريف ما هو الثريد كونتكست، الثريد كونتكست هو يعني الجزء الرئيسي
من مكونات الثريد، والذي يتكون من الريجسترز والستاكس والبرايفت ستورج داتا ستورج الخاص بهذا الثريد. Primary data structures of threads، الهياكل البيانات الرئيسية الخاصة بالثريد هي الـ E thread والـ K thread والـ TEB اللي هو thread environment. الـ E thread اللي هو executive thread block يتضمن البوينتر اللي هو هنا راح نلاحظ إن هنا بهذا الرسم مكونات كل واحدة منهم، يعني مجرد ممكن أنه تحفظ تعريفه من هنا أو ممكن أنه تعرفها من خلال الرسم. يعني هنا قاعد يوضح لك بأنه الـ executive thread block يحتوي على البوينتر إلى العملية التي ينتمي إليها هذا الثريد، وكذلك الى الكي ثريد في الكيرنل سبيس موجود. هذا الكي ثريد اللي هو الكيرنل ثريد ايضا يعني السكجولينج اند سينكرونايزيشن انفورميشن، يحتوي على يعني معلومات الجدوله والمزامنه، والكيرنل مود ستاك والبوينتر الى التي اي بي ايضا يعني هو مؤشر الى التي اي بي. التي اي بي اللي هو الثريد انفايرمنت بلوك يحتوي على الثريد اي دي، اليوزر مود ستاك والثريد لوكال ستورج واليوزر سبيس. هذه التي اي بي هي بالضبط نفس هذه اللي هنا ذكرناها، انه مكونات او محتويات هذا الثريد. هنا ايضا تقدر تشوفها بالرسم، يعني الاي ثريد يحتوي على الثريد ستارت ادرس يعني عنوان بدايه الثريد، والمؤشر الى البيرنت بروسيس يعني البوينتر الى العمليه الام التي جاء منها هذا الثريد. بعد ذلك يجينا الكي ثريد اللي هو الكيرنل، طبعا هنا ما زلنا في الكيرنل سبيس. هنا يحتوي على السكجولينج والسينكرونايزيشن انفورميشن اللي هي معلومات الجدوله ومعلومات المزامنه، وكذلك الكيرنل ستاك اللي تحدثنا عنه سابقا، وايضا بوينتر الى التي اي بي. التي اي بي اللي هو مثل ما ذكرنا ثريد انفايرمنت بلوك، يحتوي على ثريد ايدنتيفاير، اليوزر ستاك، الثريد لوكال ستورج وغيرها من الامور الاخرى، وهذا ايضا موجود في اليوزر سبيس في حيز المستخدم. الجزء الاخير من هذا الفصل اللي هو راح يتحدث عن اللينكس ثريدز اللي هو الثريدات الخاصه بنظام تشغيل لينكس. في اللينكس ما نسميها ثريدز وانما نسميها تاسكس، واللي هي يعني بنفس المعنى تعطي، لانه الثريد او التاسك هو عباره عن مهمه اللي هي قد تكون برنامج او جزء من برنامج مثل ما ذكرنا. الثريد كرييشن يتم من خلال السيستم كول اللي اسمه كلون. الكلون هنا يسمح للتشايلد تاسك تو شير ذا ادرس سبيس اوف ذا بيرنت تاسك او البروسيس. يعني هنا ايضا يعطيها فد اسم ثاني مثل ما ذكرنا سابقا، اكو كان عندنا تشايلد بروسيس وبيرنت بروسيس، هنا ايضا سماها البروسيس او الثريدز عباره عن تاسكس، واستخدمنا الكلون سيستم كول لانشاء هذه التاسكس، واللي راح تسمح لنا التشايلد تاسك بمشاركة الحيز العنوان الخاص أو يعني جزء حيز الذاكرة الخاص بالبيرنت بروسيس أو البيرنت تاسك سوية. يعني الفلاجز المستخدمة to control behavior يعني الأعلام أو الفلاجات المستخدمة للتحكم بسلوك هذه الثريدات، اللي هو cloned file system اللي هو عبارة عن file system information is shared، cloned VM virtual machine اللي هو the same memory space is shared، cloned signal handler، كلون فايلز يعني سيت اوف ذا اوبن فايلز شيرد. هذه فقط الفلاجز ايضا مهمه جدا يعني معرفتها وتذكرها، خصوصا اذا احتاج الى المقارنه بين اللينكس ثريدز والويندوز ثريدز. ستراكت تاسك ستراكت بوينتس تو ذا بروسيس داتا ستراكتشرز شيرد اور يونيك. هنا هذا نستخدم هذا ستراكتشر اللي هو تاسك ستراكتشر للاشاره الى ستراكتشر الخاص بالبروسيس داتا بيانات العمليه الرئيسيه او الام اللي منعتها راح نقوم بانشاء الثريدز او التاسكس الفرعيه، واللي هي قد تكون شيرد او يونيك يعني شيرد بين كل التاسكس الخاصه بهذه العمليه او يونيك لكل واحده من هذه العمليات واجزائها. هذا هو ان شاء الله نهايه الفصل الرابع من هذا المنهج، وانتظرونا ان شاء الله في الفصل الخامس. شكرا جزيلا ومع السلامه.